وزي ما قالت هنا في الجزء الاخير من كلامها، ساعات كتير الحقيقه بنشوف في ملاعب كره القدم العالميه شويه مظاهر مؤسفه من عينه العنصريه، من عينه انعدام الروح الرياضيه، ولكن في المقابل برضو على فترات حتى لو كانت متباعده بنشوف مظاهر للعكس الصحيح. هقول لكم التفاصيل واقول لكم انا اقصد ايه، بس بالمناسبه عايزين نقول لحضراتكم ان احنا ابتداء من النهارده هنتابع معاكم اول باول احداث ومباريات النسخه ال 16 لنهائيات بطوله كاس امم اوروبا لكره القدم يورو 2020 اللي انطلقت يوم الجمعه، ودي طبعا البطوله المؤجله من العام الماضي اكيد بسبب جائحه كورونا كوفيد 19. تعالوا بقى احكي لكم على الجزئيه اللي كنت بتكلم عليها او اللي بلمح لها، هنروح لمشهد وحد الجماهير في العالم كله من امبارح، ومن امبارح لغايه اللحظه اللي احنا فيها ده كان حديث السوشيال ميديا وكل وسائل الاعلام وكل البرامج الرياضيه والله وحتى وغير الرياضيه. خلال مباراه الدنمارك وفنلندا اللي انتهت بخساره الدنمارك بنتيجه 1-0 ضمن منافسات المجموعه الثانيه لبطوله يورو 2020، الحقيقه قصه يعني مؤسفه جدا من ناحيه، ولكن ليها جانب ثاني مشرق ومضيء. قصه ان نجم الدنمارك اريكسن سقط في الملعب وتعرض لحاله اغماء وتم تعليق المباراة لأكثر من ساعة ونص أو ساعتين تقريبا. لعيبة المنتخبين رفضوا أن هم يستأنفوا الماتش إلا لما يطمنوا الأول على زميلهم، وبعد استئناف المباراة خسر منتخب الدنمارك أمام منتخب فنلندا زي ما قلت لكم بنتيجة 1-0، لكن حتى صاحب الهدف الوحيد في المباراة رفض تماما أن يحتفل تضامنا مع أريكسن اللي الحمد لله أصبحت حالته مستقرة، وكمان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منح أريكسن جائزة أفضل لاعب في مباراة الدنمارك وفنلندا. المشاهد دي كلها بتدينا برضو مجموعة رسائل أن الكورة والرياضة المفروض أن هي اللي تجمعنا مش هي اللي تفرقنا، أنه حتى لو كنا يعني بنتنافس في حاجة يعني لازم برضو نراعي ان في حاجة تانية اسمها اخلاق رياضية ونراعي مشاعر بعض. شابور كل اللعيبة اللي قدموا امبارح نماذج اخلاقية محترمة في كل حاجة عملوها الحقيقة، يعني مرورا بفكرة ان هم كانوا حريصين ان هم يغطوا زميلهم اللي واقع على ارضية الملعب عشان ما حدش يصوره، ما حدش يشوف اللحظات الخاصة دي اللي هو كان بيتعرض من خلالها او كان بيتلقى من خلالها العلاج. شفنا طبعا يعني فكرة ان الطب الرياضي والامكانيات اللي لازم تكون متوفرة في كل الملاعب في مباريات دولية او محلية، فكرة ان بيبقى فيه يعني عناية مركزة كاملة، يعني كل ما يتعلق بأجهزة العناية مركزة بالكامل كانت موجودة ونزلت لأرضية الملعب بصحبة طبعا الفريق الطبي تكسر من الثانية. الحاجات دي وسرعة رد الفعل وسرعة الاستجابة بتنقذ أرواح كما هو الحال في وقعة امبارح. طبعا أعلى